هذا نزام برقم 6 أو عفوا 6-4، زي ما حكينا في تطبيقات، بعض التطبيقات على معادلة المومنتم. إذا بتتذكروا المحاضرة الماضية أخذنا اللي هو لما يكون عندك مثلا في تطبيق مثلا على الروكت، في تطبيق مثلا على الفلويد جيت بنسميه، وفي برضو على الفينز، في تطبيق الآخر اللي هو النوزلز، يكون في عندك نوزلز، النوزلز مثبت من خلال اللي هو البلانش. البروبلم تحكي لك إنه مثلا عندك سكتش شوز اير فلوينج ثرو نوزل، هذا عبارة عن نوزل، يعني تعرفوا إن الهدف من النوزل هو زيادة سرعة الفلو أو زيادة سرعة الفلو. النزل بتغير عندك الكروس سكشن اريا، من يعني بتلاحظ على النقطة واحد هاي بايميتر أكبر من النقطة اثنين، فالكروس سكشن اريا أو المقطع بتغير عندك من واحد لاثنين، هذا بنسميه نزل. الآن معطيك مثلا الانت بريشر في 105 كيلو باسكال على المدخل، يعطيك في 105 كيلو باسكال، حاكي لك ال and the air exhausts into the atmosphere، راح يكون المخرج الضغط عند المخرج اللي هو الاتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي، هو عبارة عن 101.3 كيلو باسكال. فالضغط على النقطة 2 عبارة عن الضغط الجوي، 101.3 كيلو باسكال. الآن برضو حكي لك الدايميشن، the nozzle has inlet diameter، مقدار الدايميتر على الانلت هو D1 مثلا، ورمز رمز D1 هو 60 مليمتر، 60 مليمتر. والإكزيت دايميتر D2 عبارة عن 10 مليمتر، 10 مليمتر. بيحكي لك النزل is connected to the supply pipe by flange، flange اللي هي بتربط ما بين مثلا البايب مع بعض، joint عبارة عن joint أو مربط عبارة عن مربط، فبربط ما بين two pipes. بيحكي لك النزل connected to supply pipe by flange، find the force required to hold the nozzle station، بدنا نطلع قديش الفورس، مقدار الفورس اللي راح نحتاجها حتى نثبت هذا النزل، to hold the nozzle station، حتى نثبت النزل، قديش مقدار القوة اللي راح نحتاجها. الآن برضو حكي لك افرض أو assume the air has a constant density، كثافة الهواء هي عبارة عن 1.22، وبرضو حكي لك neglect the weight of the nozzle، راح نعتبر الويت تقريبا صفر، يعني ما انه حكي لك نجلكت او اهمل يعني الوزن، فبالتالي تقدر تهمل، ما بتاخذه بعين الاعتبار بالحسابات، لكن اذا اعطاك الوزن فبدك تاخذه بعين الاعتبار. اذا بتذكر السؤال الماضي اعطانا مثلا وزن الكونكريت ووزن العربة، بدك تدخلها بالحسابات. اذا حكى لك نجلكتد معناته اهمل الوزن. الآن كيف بدك تبلش؟ زي ما حكينا هاي المعطيات، بدك تكتب المعادلة، معادلة المومنتم، وشوف شو المعطيات اللي عندك وشو المطلوب من السؤال. الآن إذا بتتذكر حكينا لازم ترسم اللي هو الفورس دايجرام والمومنتم دايجرام، بدك تشوف شو الفورس المؤثرة على الجسم أو على النظام. الآن هذا عبارة عن نزل، هون عندك الفلانج هاي مربط. الآن إذا بتلاحظ الفورس الناتجة عن البريشر عن الضغط اللي هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن P1 في الـ area 1،
أي الناتج عن الضغط. الفورس الناتج عن البريشر زي ما بتعرفوا اللي هي عبارة عن الضغط في المساحة، هي عبارة عن فورس، عبارة عن فورس. برضو عندك القوة الناتجة عن وجود اللي هو الفلانج المربط أو اللي لو رمزنا لها برمز اللي هو F، رمزنا هاي برمز F1 مثلا، هاي عبارة عن طبعا اتجاهها زي ما بدك، تفرض الاتجاه اللي بدك إياه يعني للفلانج سواء كان اليمين أو اليسار، وزي ما حكينا في النهاية بيطلع معك الإجابة إذا كانت ماينس فبالتالي راح يكون عكس الاتجاه اللي فرضته. فلو فرضنا مثلا اتجاه الاكس الموجب مثلا، فاحنا بدنا القوة هاي، قديش مقدار هاي القوة الفورس اللي راح تثبت عندك النزول. زي ما حكينا هذا اتجاه هو الاكس، اتجاه الاكس دايركشن. نعم تلاحظ ما انه حكى لك نقل لك ذا ويت، فالواي دايركشن ما راح يكون في عندك اي فورس بالواي دايركشن، يعني الوزن راح تعتبره صفر، فبالتالي راح يكون فقط عندك فورس باتجاه الاكس دايركشن، فقط باتجاه الاكس دايركشن. هاي بالنسبة للقوة الموجودة عندك على النزل. المومنتم برضو بدك ترسم المومنتم دايجرام زي ما بتعرفوا، في عندك ماس فلو ريت في السرعة على المدخل، والمخرج راح يكون عندك ماس فلو ريت على المخرج في V2 في السرعة على المخرج. السرعة على المدخل في الماس فلو ريت، وعلى المخرج زي ما بتعرفوا الماس فلو ريت 2 في V2. الآن بدك تكتب المعادلة. ما بعرف في مشكلة في الصوت. دكتور، بالنسبة للإف واحد مش مفروض مقابلة كمان في إف اتنين؟ برضو الضغط الناتج عن الاتموسفيريك، بس عندي راح نعتبره الجيج بريشر صفر، بما انه الجيج بريشر صفر يعني زي ما لانه حاكي لك انه الاتموسفيريك بريشر، عادة نحن نتعامل مع جيج بريشر. فالفورس الناتج عن الاتموسفيريك بريشر شو راح تساوي؟ يعني هون راح يكون في عندك مضبوط ضغط اذا كان ضغط مختلف اللي هو مثلا P2 في A2 لو سميناها F2 F2. لكن زي ما حكيت اذا اعتبرنا اللي هو الجيج بريشر، اذا بتلاحظ انه الجيج بريشر شو راح يساوي اذا كان معرض للاتموسفيريك بريشر؟ راح يساوي صفر، فبالتالي F2 راح تساوي عندك صفر، فبتقدر تقضيها. بس إذا اختلف البريشر هنا لا ما بتعتبرها صفر، إذا أعطاك بريشر آخر غير الأتموسفيريك بريشر بدك تكتبها اللي هو الفورس P2 في A2. مظبوط، هاي القوة اللي راح تكون عندك مأثرة على النزل، وهذا عبارة عن المومنتم دايجرام. أنا بعرف الصوت كويس ولا لا؟ منيح صادق، لأنه بس في واحد من الشباب مش واضح عنده الصوت. شوف اطلع من التيمز رد ارجع له ممكن يزبط معاك. الآن بدنا نكتب المعادلة، معادلة المومنتم اللي هو زي ما حكينا مجموع الفورس، طبعا فقط بالإكس دايركشن، مجموع الفورس بالإكس دايركشن، بالإكس دايركشن شو راح يساوي عندك الماس فلو ريت أوت في في أوت velocity ماينس الماس فلو ريت إن في في إن، الماس فلو ريت إن في في إن. فالآن بتشوف شو في عندك فورسز باتجاه الإكس دايركشن، عفوا اتجاه الفورس بالاكس دايركشن زي ما حكينا في عندك الاف 1، الاف 1 اللي هي عباره عن بي 1 في اي 1
زائد الاف الفورس اللي هي اللي بدنا اياها، الفورس اللي راح نحتاجه حتى نثبت النزل، و F2 اللي هي بالاتجاه المعاكس راح تكون عندك ماينس P2 P A2 P2 P A2. فزي ما حكيت، هاي بما انه اتموسفيريك بريشر، بالتالي الجيج بريشر راح يساوي عندك صفر 2 P A2. هذا شو راح يساوي؟ راح يساوي عندك الماس فلو ريت، طبعا الماس فلو ريت نفسه يعني الداخل نفس الخارج، الماس فلو ريت على الانلت، من اذا بتتذكروا من المومنتم ايكويشن، او بما انه عندك مدخل واحد ومخرج واحد وستيدي ستيت برضه، فبالتالي ام ان راح تساوي عندك ام اوت، ام ان تساوي عندك ام اوت، الماس فلو ريت الداخل يساوي عندك الماس فلو ريت الخارج. فلو طلعنا عامل مشترك الماس فلو ريت، والله عندك اللي هو V على المخرج اللي هو V2 إذا بدك ترمز لها رمز V2، وترمز للمدخل V1 مثلا، ما في مشكلة، أو VN VOUT أو whatever زي ما بدك. فالآن بتلاحظ في عندنا المعطيات، شو الموجود عندك؟ عندك البريشر موجود الـ P1 اللي هو طبعا بدك تحول لجيج بريشر، هون معطيك الابسوليوت، عندك الابسوليوت الاريا 1 موجود عندك، الاف بدنا نطلعها، البي 2 والاي 2 برضه موجودات عندك اللي هو الاتموسفيريك بريشر والمساحه الثانيه بتقدر تطلعها من خلال الدايمتر، الماس فلو ريت، الماس فلو ريت تقدر تطلعه من خلال اللي هو الرو بي اي، تقدر تطلعه من خلال الرو بي اي، لكن السرعة إذا بتلاحظ مش موجودة عندنا V2 V1، السرعة V2 V1 مش موجودة عندنا، والماس فلو ريت برضه بدك تطلعه من خلال الفيلوسيتي. إذا بتلاحظ في أكثر من مجهول. فالآن كيف بدك تطلع الفيلوسيتي؟ بدك ترجع لمعادلة برنولي إيكويشن، بدنا نطلع من خلال برنولي إيكويشن الـ V1 والـ V2، بعدها بتقدر تطلع الماس فلو ريت، ومنها بتطلع اللي هو الفورسز من خلال هاي المعادلة. فبدنا نطبق برنولي إيكويشن، معادلة برنولي، برنولي إيكويشن إذا بتتذكروا بناخذ نقطتين اللي هي نقطة واحد ونقطة اثنين، و المعادلة اللي هي عبارة عن P1 زائد الجاما في Z1، إذا بدك تاخذ أي فورم، البريشر فورم أو الهيد فورم ما في مشكلة، زائد نص هي الكثافة في V1 سيكولا. راح يساوي، راح يساوي على المقطع الثاني P2 زائد جاما في Z2 زائد نص في رو في V2 سكوير، في V2 سكوير. فإذا بتلاحظ الشكل هوريزونتال، يعني الارتفاعات Z1 وZ2 يعني تقريبا صفر، بنعتبرها أو ما فيش أي معلومات عن الارتفاعات، بما انه ما فيش عندك اي معلومات وبما انه هوريزنتال افقي، بالتالي Z1 نفس Z2، Z1 راح نعتبرها تقريبا نفس Z2، راح تساوي عندك صفر، مساوي لصفر بما انه هوريزنتال. شو راح يصفي عندك المعادله؟ وزي ما حكيت الـ P2 اللي هي عباره عن الجيج بريشر، P2 برضو راح يساوي عندك صفر جيج، جيج نشوف صفي عندك المعادلة فقط، انه P1 زائد رو V1 سكوير على 2 راح تساوي عندك رو
V2 سكوير على 2، V2 سكوير على 2. ال P1 زي ما حكينا، ال P1 شو تساوي؟ gauge pressure، راح تساوي عندك القيمة ال absolute اللي هو 105 ناقص 101.3 ناقص 101.3 نعطيك ال atmospheric pressure 101.3 مظبوط. الآن ال P1 موجود عندك ك gauge pressure، ال P2 زي ما حكينا صفر. فالآن عندك V1 و V2. ال V1 و V2 برضو كيف بدك تتخلص من واحدة منهن، أو كيف بدك تطلع V1 بدلالة V2 أو V2 بدلالة V1، فبدك تستخدم ال continuity equation. تستخدم ال continuity continuity equation، معادلة ال continuity. معادلة ال continuity إذا بتذكروا شو بتحكي، عندك مجموع ال الماس فلو ريت الداخل أو مجموع الفوليوم فلو ريت الداخل على النظام يساوي مجموع الفوليوم فلو ريت الخارج من النظام. عندك مدخل واحد ومخرج واحد، بالتالي راح يكون الفوليوم فلو ريت على المدخل اللي هو عبارة عن V1 في A1، وعلى المخرج اللي هو V2 في A2. V2 في A2. الآن بتقدر تطلع واحد بدالة الثانية، مثلا V1 تساوي عندك اللي هو V2 في A2 على A1، أو بتقدر تكتبها بدلالة الدايميتر مع أنه معطيك الدايميتر هنا. فشو راح تساوي؟ راح تساوي عندك V2 في مساحة المقطع الثاني اللي هو باي على 4 دي سكوير، فبالتالي راح يصف عندك D2 سكوير على D1 سكوير على D1 سكوير. الآن إذا عوضت هاي المعادلة بمعادلة برنولي إيكويشن بدل V1، بدل V1 عوض هاي المعادلة واعمل تبسيط للمعادلة، فراح يطلع عندك V2 بما إنه البريشر موجود عندك، V2 راح يكون عندك تحت الجذر. فقط ترتيب للمعادلة وعوض زي ما حكينا V1 معادلة برنولي، راح يكون في عندك 2P1 على رو P1 ناقص D2 على D1 على D1 قوة 4، راح يكون عندك قوة 4. هاي فقط تبسيط للمعادلة حتى نطلع اللي هو V2. إذا بدك تعوض القيم مباشرة P1 الـ D1 الـ D2 مثلا، وأدخل الـ V2 لوحدها، فما في مشكلة. الآن عوض القيم، عندك زي ما حكينا الـ P1 اللي هو الـ pressure، الـ gauge pressure اللي هو عبارة عن 105 ناقص 101.3 عبارة عن 3.7. طبعا هو كيلو باسكال، معطينا اياه بالكيلو باسكال، اتوقع هو باسكال، الكيلو باسكال 105 كيلو باسكال، فبدك تحوله لباسكال، معطينا اياه بالكيلو باسكال، الكيلو باسكال، فبدك تضرب في 1000 حتى تحول لباسكال. الآن مقسوم على الكثافة، الكثافة الهواء معطيك إياه اللي 1.22 بتلاحظ من السؤال، ومضروبة في 1 ناقص الدايميتر الثاني اللي هو عبارة عن 10 مليمتر، الدايميتر الأول عبارة عن 60 مليمتر، عبارة عن 60 قوة 4. قوة 4 بطلع عندك السرعة 77.9 متر لكل ثانية.
ما هي بالنسبة للسرعة الثانية، لأن السرعة الأولى من خلال العلاقة اللي هي الـ continuity equation زي ما حكينا، هو V1 راح تساوي عندك V2 في D2 سكوير على D1 سكوير، راح يطلع عندك اللي هو 77.9 عبارة عن 10 على 60. دكتور الدكتور بالمليمتر، ما هو بما انه ريشيو يعني اذا بتلاحظ انه هون عندك مليمتر مليمتر بيروح مع بعض، فبروح مع بعض يعني سواء كان بالمتر او بالسنتيمتر او بالمليمتر، اذا كان ريشيو بالشكل هذا فراح يروح مع بعض، يعني هو نفس الريشيو راح يكون. حتى هون لما عوضنا 10 على 60 في المعادله الاولى في 2 نفس الريشيو راح يكون. إذا بدك تحول لمتر وتعوض ما في مشكلة. V1 راح يطلع معك 2.16 متر لكل ثانية. متر لكل ثانية. هاي بالنسبة ل V1 و V2. الآن الخطوة اللي بعديها زي ما حكينا طلعنا V1 و V2. نشوف عندك برضو مجهول راح يكون عندك الماس فلو ريت. الماس فلو ريت فقط اللي هو تحسبه سواء كان بفي 1 او في 2 ما في مشكله، راح يكون متساوي رو في في. الان نرجع للمعادله الاصليه اللي هي معادله المومنتم ايكويشن. هاي المعادله ف شو راح تساوي من المعادله هاي؟ F راح تساوي عندك الماس فلو ريت في V2 ناقص V1 حكينا عنهم ناقص P1 في A1. P1 في A1 زي ما حكينا الـ P2 الـ P2 راح تكون عندك صفر كون جيج بشر، P2 راح تساوي صفر، فبالتالي الفورس راح تساوي عندك صفر. راح تساوي عندك صفر. الماس فريت اللي هي عبارة عن كثافة density في الفيلوسيتي في المساحة، في الفيلوسيتي في المساحة. مثلا لو أخذنا V1A1 أو V2A2 ما في مشكلة، V2 minus V1 ناقص P1 في الأريا 1. أعوض القيم 1.22 الـ velocity 1 طلعناها اللي هي 2.16، المساحة المقطع اللي هي باي على 4 باي على 4. هون بدك تحول لمتر، هو يتحول لمتر هون لأنه عندك 0.06 هكين A1 0.06 تربيع مزبوط، مضروب في فرق السرعة اللي هو V2 ناقص V1 77.9 ناقص 2.16 ماينس الفورس الناتج عن البريشر على المدخل اللي هو P1 ناقص أو عفوا P1 في A1 حكينا P1 يساوي عندك 3.7 في A1 طبعا في ألف هنا لأنه باسكال راح يعني في باي على 4 في 0.063. إذا بتلاحظ الفورس راح تساوي عندك ماينس 9.9 9.9 نيوتن. أي الفورس إذا بتلاحظ طلع معنا نيجاتيف، نيجاتيف فورس او نيجاتيف اللي هو 9.9. الدايركشن شو راح يكون؟ الدايركشن للفورس اللي راح يكون اوبوزيت تو الدايركشن اللي فرضنا، يعني عكس اللي هو عكس الفرض، يعني عكس الفرض راح يكون. بتحكي انه الفورس اوكي الفورس الفورس تو هولد
هو النزل يعني حتى ثبت النزل الفورس اللي هي عبارة عن 9.9 نيوتن، والدايركشن اللي هو راح يكون باتجاه المعاكس باتجاه اليساري. انه زي ما حكيت فرضنا احنا في البدايه الاتجاه اليمين، فانت اذا طلع معك ماينس فمعناته الفورس راح تكون اوبوزيت عكس الدايركشن اللي فرضته انت، وبالتالي الاجابه راح تكون صحيحه 9.9. دكتور يعني هذا السؤال تفضل. بس على اي اساس اخذنا ال V1 يعني ما اخذنا V2 بالام دوت اللي هو رو في V1 في A هون اخر اشي؟ ما في مشكلة، حتى لو أخذت V2 في A2 نفس الشيء، لأنه زي ما حكينا من معادلة اللي بتتذكر الماس فلوريت على المدخل يساوي الماس فلوريت على المخرج بالستيدي ستيت. كونه ستيدي ستيت، فعندك V1 A1 هو نفسه V2 A2 نفس الشيء، سواء عوضت هنا V1 A1 أو B2 A2 نفس الإجابة راح يطلع، لأنه متساويات هاي القيمة مساوية للقيمة هاي. فهاي كونه ستيدي ستيت إذا تذكر معادلة الكونتينيوتي لما حكينا مجموع الماس فلوريت على المدخل يساوي ماس فلوريت على المخرج، وكونه عندك مدخل واحد ومخرج واحد فقط، فبالتالي القيمة هنا مساوية للقيمة على المخرج. وضحت. هذا السؤال تقريبا يعني شامل لمعادلة برنولي الكونتينيوتي إيكويشن المومنتم إيكويشن، يعني تقريبا راجعنا معظم الأمور اللي أخذناها في الأحداث الماضية. السؤال أو إكزامبل 6.5 إكزامبل 6.5 راح نتعامل مع 3 دايمنشن او حاجه بال 3 دايمنشن، يعني بدنا نطلع الفورس باتجاه الاكس والفورس باتجاه الواي والفورس باتجاه الزد برضه، يعني في عندك 3 فورسز كونه 3 دايمنشن. شوي راح يكون عندك طويل بس البروسيجر نفسه، يعني تاخذ زي ما حكينا المومنتم على المدخل المومنتم على المخرج الفورسز المؤثره على الجسم. إذا بنرجع إلو الأجزام من 6.5 فهو برضو التطبيق على المومنتم إكويشن نسميه البايب بنز الأنابيب المنحنية لما تكون منحنية بزاوية 6.5. دكتور بس بالنسبة لل 3 دايمنشن المطلوب منا لا بالامتحانات انا ما راح اجيب لك يعني 3 دايمنشن زي ما حكيت، يعني امتحانات ممكن اطلب منك فقط مثلا الفورس باتجاه الاكس الفورس مثلا باتجاه الواي فقط، يعني فقط مطلوب واحد. يعني لما اجيب اسئله احكي لك مثلا اوجد يعني زي السؤال اللي قبل هيك اعطيك مثلا السرعات ما في داعي مثلا اتجاه البرنولي او اطلع مثلا اتجاه او الفورس باتجاه الاكس، بتكون خطوات بسيطة يعني تتبعها. بس زي السؤال هذا اللي بحكي عنه يعني طويل شوي، يعني بده حوالي ساعة وانت بتحل فيه اللي هو 6.5. المومنتم إكويشن apply to the pipe and بس خليني أعمل كوبي قسمة يعني أسئلة الامتحان راح تكون أسهل بكثير من اللي الأمثلة اللي بنأخذها يعني، بس انت بدك تتعرف يعني على هاي التطبيقات راح تمر معك يعني كثير. شو راضي يعمل كوبين
هذا بنسميه البايب بند، البايبات المنحنية تكون مثبتة بفلانج زي ما حكينا بجوينت، مثبتة بجوينت. هذا السؤال بيحكي لك انه اعطيك الانلت والاوتلت الدايميتر مثلا للبايب، طبعا متساوي الدايميتر للبايب، واحد متر على المدخل واحد متر على المخرج. فبيحكي لك انه واحد متر دايميتر بايب بند شون ان ذا دايجرام كارينج اويل، عندك موجود داخله الفلويد اويل، معطيك السبيسيفيك جرافيتي للاويل، حكي لك انه ستيدي فلو ستيدي ستيت، الفوليوم فلو ريت الكيو 2 متر تكعيب لكل سكند، البند الانحناء الموجود عندك بالبايب بزاويه 30 درجه زي ما بتلاحظ هنا، زاويه 30 درجه عن الهوريزونتال بلين عن الخط الافقي، عبارة عن 30 درجة زي ما تلاحظ. معطيك الفوليوم للأويل الموجود داخل البايب 1.2 متر كيو، هاي عبارة عن الفوليوم، الفوليوم للأويل 1.2 متر كيو. بحكي لك الامتي ويت، وزن البند وهو فارغ، الامتي ويت للبند عبارة عن 4 كيلو نيوتن، الويت للبند هذا هو فارغ، ما فيش في عندك اويل داخل الانبوب، عبارة عن 4 كيلو نيوتن. نعم بحكي لك افرض او assume the pressure along the center line of the bend is constant، يعني البريشر راح يكون عندك على المدخل والمخرج او داخل البايب راح يكون ثابت كونستانت، وقيمته معطيك اياه اللي هو بالجيج بريشر 75 كيلو باسكال، يعني البي 1 والبي 2 راح يكون عندك متساويه. فالبي 1 75 والبي 2 برضه 75، عفوا 75 75 كيلو باسكال كجيج، طبعا هاي جيج جيج. الان بده برضو الفورس، يعني زي ما حكيت بالمومنتم احنا عاده بدنا نطلع الفورس اللي راح نحتاجه حتى نثبت هذا البند، حتى يتثبت هذا البند فبدنا نشوف قديش مقدار الفورس اللي راح نحتاجه. الان بدك تشوف القوه المؤثره على على البند، تشوف القوة المؤثرة على البند، فبدك ترسم الفورس دايجرام البادي دايجرام. لو رسمنا سكتش للفورس دايجرام الآن زي ما بتلاحظ في عندك باتجاه الاكس عندك هاي بالنسبة للفورس على ال ثواني شباب خلي ثواني بقول لكم شباب الآن بدك تشوف الفورس زي ما حكينا بدنا الفورس المؤثر على البند أو راح نحتاجه حتى نثبت البند، فراح يكون في عندك باتجاه الإكس والواي لأنه في عندك بزاوية اللي هو 30 درجة، زاوية 30 درجة، فراح يكون في عندك باتجاه الإكس وباتجاه الواي، يعني بدك تحلل هاي المركبة باتجاه الإكس وباتجاه الواي باتجاه الواي اتجاه الاكس واتجاه الواي. طبعا الاكس والواي احنا حكينا الاكس الموجب اللي هو باتجاه اليمين والواي الموجب باتجاه الاعلى، فراح يكون عندك ماينس اكس ماينس واي. لو رسمنا مره ثانيه بالشكل تقريبا بالشكل هاي عباره عن هاي عبارة عن الفورس اللي هو الناتج عن البريشر، الفورس الناتج عن البريشر هاي عبارة عن P2 في A2 P2 في A2
يعني الزاوية زي ما حكينا اللي هي عبارة عن 30 درجة راح تكون عندك، اللي هي الزاوية هاي مع الهوريزونتال لاين عبارة عن 30 درجة. الآن على المدخل راح يكون في عندك P1 و A1، P1 و A1. الآن الفورس الناتج عن الفلانج اللي هي مثلا إذا بدك تفرضها مثلا بشكل اتجاه الإكس، هذا الفلانج مثلا اللي هي FX مثلا، وباتجاه الواي لو فرضنا الأعلى بعدين راح يبين معنا أنه اللي هو FY، FX و FY الفلانج. والمومنتم إكويشن أو المومنتم دايجرام زي ما حكينا باتجاه لو على نفس الرسمة اللي هو الماس فلو ريت إن في VN أو V1 إذا أخذنا هذا المقطع الأول، وهون راح يكون عندك باتجاه المخرج اللي هو M2 في V2، M2 في V2. والآن بدنا نكتب المعادلات، بدنا نكتب المعادلات. الآن إذا بتلاحظ حكي لك البند موجود على الهوريزونتال لاين، موجود هوريزونتالي أفقي، فراح يكون في عندك زد دايركشن للداخل الورقة، يعني الويت الوزن راح يأثر عندك الزد دايركشن اتجاه الزد دايركشن، راح يكون في عندك ويت اتجاه الزد دايركشن. وهنا بدك تحسب بالإكس دايركشن والواي دايركشن والزد دايركشن اللي هو داخل الورقة، لأنه البايب موجود عندك بالهوريزونتال بلين، بالبلين الأفقي. فراح يكون عندك مجموع الفورس باتجاه الإكس دايركشن، نأخذ بالإكس دايركشن، الإكس دايركشن نأخذ بالإكس دايركشن فلو أخذنا بالإكس دايركشن فشو في عندك فورس بالإكس دايركشن؟ في عندك الفورس P1 A1 اللي هي P1 A1 مظبوط، اللي هي زاد الـ FX، زاد الـ FX. لأن برضو عندك اللي هو ناقص إيش راح يكون عندك باتجاه الإكس دايركشن؟ وساين الثلاثين P2 A2 وساين الثلاثين، كوساين 30 هاي المركب باتجاه الاكس الماينس، فبتكتب ماينس P2A2 في كوساين 30، كوساين 30. فهذا شو راح يساوي؟ راح يساوي عندك الماس فلو ريت باتجاه الاكس، الاوتلت، الاوتلت الان بدك تحلله برضو لمركبتين M.V2 كوساين 30 اللي هو كوساين 30 باتجاه الاكس بوزيتيف، مظبوط. راح يكون عندك M dot في V2 في كوساين 30، في كوساين 30 ناقص M dot الانلت لي M dot 1 في V1، في V1. هاي من معادلة المومنتم، احنا ما كتبنا المعادلة في البداية اللي هي مجموع الفورس باتجاه X راح يساوي M out V out ناقص MN VN. هاي بالنسبة للX direction، هاي بالنسبة للX direction تأخذ كل الفورسز الموجودة بالX direction ناتج عن الضغط، السبورت فورسز، البريشر فورسز. الآن بدك الY direction، ال y direction شو في عندك باتجاه ال y؟ في عندنا ال fy، لو اخذنا لفوق موجب نفس الشيء مجموع الفورس باتجاه ال y راح يساوي عندك ال، برضو شو في عندك بال y direction؟ ال y direction عندنا فقط برضو ال pressure b2 a2 sin 30 أو كوساين 60، أو كوساين 60. عندك هنا P2A2 في ساين 30، والإشارة تاعتها شو راح تكون عندك؟ موجب، راح تكون موجب،
P2 في A2 بساين 30 ساين 30. هذا كله راح يساوي عندك ال على الواي اكس. شوف عندك مومنتم على الواي اكسس، لان فقط على المدخل ما فيش عندك اللي هو المدخل زي ما حكينا فقط اكس دايركشن، بينما المخرج راح يكون في عندك باتجاه الماينس ماينس واي، راح يكون عندك ماينس ام دوت ماينس ام دوت 2 في 2 في ساين 30 في ساين 30. هذا راح يساوي ماينس ام دوت 2 في في 2 في ساين 30. هاي بالنسبه للفورس باتجاه الواي دايركشن. الان الزد دايركشن، شوف عندك المؤثر على الزد دايركشن هو راح يكون الوزن. الزد دايركشن راح يكون عندك المجموع الفورس باتجاه الزد دايركشن شو يساوي. طبعا المومنتم ما فيش عندك باتجاه الزد دايركشن، فشو راح يساوي؟ راح يساوي عندك صفر. شو في عندك فورس باتجاه الزد دايركشن؟ الويت. في عندنا الويت والاف زد، طبعا ناتج عن السبورت راح يكون باتجاه الزد دايركشن، راح يكون اف زد بالزد دايركشن اللي هو بالزد دايركشن يعني زي ما حكيت لداخل الورقة وداخل اللوحة، راح يكون عندك باتجاه الزد دايركشن. اف زد راح يكون عندك ماينس الويت يساوي صفر، ماينس الويت راح يساوي صفر، فالاف زد فقط راح تساوي عندك الويت. الاف زد راح تساوي عندك الويت، طبعا الويت اللي هو التوتال كامل. دكتور بس الويت. ايش الكلمه اللي دلت انه في عندنا زد دايركشن بالسؤال؟ الويت، الويت الان اذا بتلاحظ في كلمه لما حكينا اللي هو الهوريزونتال بلين. هوريزونتال بلين، شو المقصود بالهوريزونتال بلين؟ انه يعني الان تخيل انه البايب هذا موجود على طاوله مثلا. موجود على الطاوله، فالوزن وين راح ياثر؟ راح ياثر باتجاه الاسفل، باتجاه الجرافيتي. بالزد دايركشن. فانت مثلا تخيل يعني مثلا هذا موجود عندك مثلا هذا البند على الطاوله، موجود مثلا على الطاوله بشكل هوريزونتال. فانت هاي عباره عن اكس، هاي الطاوله وهذا عباره عن واي. والويت وين راح ياثر؟ على الزد دايركشن. راح ياثر على الزد دايركشن لتحت يعني. يكون عندك الأسفل. فهذا المقصود بالهوريزونتال بلين. هوريزونتال. فإذا حكى لك إنه على هوريزونتال بلين، فبالتالي بدك تأخذ بعين الاعتبار الزد دايركشن. وإذا أعطاك معلومات زي ما حكيت عن الويت، يعني لو ما أعطاك معلومات عن الويت زي السؤال اللي قبل مثلاً، فيش عندك أي معلومات عن الويت، فبالتالي ما راح يكون في عندك أي فورسز على الزد. يعني لو حكى لك إنه neglect the weight، انه اهمل الوزن تاع الزيت او الوزن تاع البن، فبالتالي ما بتاخذ بعين الاعتبار، يعني فقط باتجاهين اكس وواي، اتجاه الاكس واتجاه الواي. وضحت دكتور. بس كونه معطيك معلومات وحاكي لك انه موجود على horizontal plane، فبدك تاخذها بعين الاعتبار. ففقط الويت، لانه ما راح يكون في عندك اي مومنتم او فاف زد راح تساوي عندك الوزن كامل توتال تاع الفلويد اللي هو الزيت وتاع البند. الان بدك تشوف من المعطيات شو موجود وشو بدك تطلع اذا في شو مش موجود. مثلا زي ما حكينا عندك البريشر موجود، المساحه موجوده، الماس فلوريت بدك تطلعه من خلال رو في في اي، السرعه مش موجوده، فكيف بدك تطلع السرعه؟ بدنا نطلع السرعه من خلال معادله اللي هو معطيك هو الفوليوم فلوريت. اذا بتلاحظ بالسؤال
أعطيك الفوليوم فلويد، قديش يساوي الفوليوم فلويد؟ اللي هو 2 متر تكعيب لكل ثانية، 2 متر كيوب لكل سكن. الآن من الكونتينيوتي إيكويشن زي ما حكينا، V1 في A1 راح تساوي عندك V2 في A2، وتساوي إيش؟ هاي عبارة عن إيش؟ اللي هي الفوليوم فلوريت، عبارة عن الفوليوم فلوريت. فبتقدر تطلع الفوليوم فلوريت، أو عفوا الفيلوسيتي، إذا بتلاحظ V1 طبعا الأريا بما أنه 1 متر المدخل والمخرج، فالأريا متساوي راح تكون، يعني A1 مساوي لA2، لأنه حكى عندك اللي هو الدايميتر البايب، دايميتر البايب 1 متر. فبالتالي V1 راح تساوي عندك V2، الآن زي ما حكينا، إذا بدك ال V1 من خلال Q، اللي هو V1 شو تساوي؟ Q على المساحة، Q على المساحة A1. فQ اللي هي عبارة عن 2 متر على المساحة A1 اللي هو معطيك، كان الدايميتر باي على 4 في 1 متر تربيع، في 1 متر تربيع راح يطلع عندك 2.55 متر لكل ثانية. فهي نفسها V2، يعني V1 و V2 متساوية، فبتطلعها من خلال الفوليوم فلوريت ما انه معطيك اياه. الان بدك تيجي لكل معادله وتعوض القيم الموجوده عندنا. فبدك تيجي للمعادله الاولى، بدنا نطلع fx، بدنا نطلع fx. ففx شو راح تساوي عندك؟ fx راح تساوي عندك البريشر متساوي، يعني p1 و p2 متساوي، وزي ما حكينا الـ A1 والـ A2 متساوي. فبإمكانك ترتب المعادلة بحيث أنه Fx تساوي عندك minus P في A، متساويات P1 و A1 أو P2 و P1 و A1 و A2 متساويات، فمضروبة في 1 minus cosine 30، إذا نقلناها على الجهة الثانية. ماينس الماس فلوريت نفسه في السرعة زي ما حكينا نفسها، في 1 ناقص كوساين 30، 1 ناقص كوساين 30. دكتور المفروض كوساين 30 ناقص 1. لا، هون عندك fx، يعني إذا بترتب المعادلة لما نقولها من الجهة الثانية بتصير 1. حطينا ماينس، هنا حطينا ماينس 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 ام دوت في 1، لان نقلناها احنا، مش ما نقلناها على الجهه الثانيه، خليناها بنفس الجهه. بس حطيت نفس الجهه، بس حطينا اشاره سالب. اذا بتدخل اشاره السالب الان، هي ماينس ام دوت في في اللي هي هاي، يعني زائد ام دوت في في كوساين 30. واضحه ولا لا؟ واضحة واضحة دكتور. فالآن راح أترك لك كيف يعني بسيطة تعوض القيم، ما في هاي مشكلة. يعني عوض البريشر زي ما حكينا، اللي هو البريشر كم يساوي؟ 75. هاي راح أتركها لكم. المساحة برضو تعرف كيف تعوضها، تضرب في 1 ماينس كوساين 30 ماينس أم دوت في في. الأم دوت زي ما حكينا اللي هو عبارة عن رو في 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 إيه المساحة، معطيك الكثافة، معطينا الكثافة، الكثافة النسبية بدك تحولها للكثافة، معطيك الفيلوسيتي برضو زي ما حكينا طلعناها اللي 2.55. بس بنضربها في كثافة المي دكتور. كيف؟ في كثافة المي اللي هو في 1000، يعني في 1000 تضربها في 1000، يعني الدنسيتي احنا قديش حكينا؟ 0.94 في 1000، في 1000 تضربها في 1000، والفيلوسيتي طلعناها، والاريا زي ما بتعرفوا اللي هي
940 في الـ velocity 2.55 في المساحة اللي هي باي على 4 في 1 تربيع. هاي الماس فلوري. هاي راح اتركها لكم، راح اعطيكم الاجابات، برضو تاكدوا من الاجابات الموجوده بالكتاب. فهون راح تطلع عندك اف اكس ماينس 8.53 كيلو نيوتن، اعطيك اياها بالكيلو نيوتن. يعني اذا بدك تقسم على 1000 حتى يطلع عندك كيلو نيوتن. هاي بالنسبه للاكس دايركشن. الواي دايركشن برضو بنفس الطريقه، بدك تحسب الـ FY. فإذا رتبت المعادلة، انقل هاي على الجهة الثانية، فراح يكون عندك ماينس P2A2 في ساين 30 ناقص M2 في V2. طبعا زي ما حكينا السرعات متساوية والماس فلوريت متساوي نفسه، يعني V1 و V2 نفس الشيء في ساين 30. فبرضو إذا عوضت القيم البريشر زي ما حكينا الماس فلوريت الاريا راح يطلع معك ماينس 30.31.8 كيلو نيوتن. كيلو نيوتن. والزد دايركشن برضو بسيطة، بدك تأخذ الوزن. الوزن يعني هو بدك توتال ويت، بدك وزن الزيت ووزن وزن البايب. وزن الزيت شو يساوي؟ وزن الزيت هو معطيك الفوليوم. الوزن كم يساوي؟ اللي هو عبارة عن جاما في الفوليوم زائد وزن البند. هيك بتحسب التوتال ويت. الوزن النوعي او السبيسيفيك ويت اللي هو الجاما، اللي هي عبارة عن رو جي زي ما بتعرفوا، رو في جي، فبتضربها في الفوليوم. الفوليوم حكينا كم يساوي؟ الفوليوم 1.2. والبند حكينا لو يساوي عندك 4 كيلو نيوتن، بدك تحولها ل 4000 نيوتن. هذا للبند. فبطلع عندك التوتال عبارة عن 15.1 كيلو نيوتن. هاي باتجاه الزد دايركشن، هاي باتجاه اللي هو الزد دايركشن. هيك طلعنا الفورس باتجاه الاكس والواي والزد دايركشن. الفورس اللي راح نحتاجها حتى زي ما حكينا الماينس ساين، هاي الماينس ساين يعني انك ربطت اللي هو راح يكون عكس الاتجاه اللي هو 8.53 ل 31.8، راح يكون باتجاه الواي. والنفس راح يكون الاتجاه الأسفل هو 15 بوينت، نفس الفرض لفرض. هاي بالنسبة للقوى المؤثرة على البند. بس مش لازم ناخذ المحصلة؟ لو إذا بدك المحصلة ما في مشكلة، يعني تقدر تأخذها. هذا هنا إذا حددنا على أي دايركشن، بس إذا المطلوب اللي هو المحصلة. المطلوب محصلة، فبتأخذ المحصلة للقوة كاملة. هو طالب منك السؤال طالب منه find the force required to hold the bend in places. يعني معظم الأسئلة يعني بدك شو قديش مقدار الفورس اللي راح يحتاجه حتى تثبت البند. إذا طلعت fx fy fz ما في ناخذ الجذر التربيعي لتربيع. إذا resultant يعني إذا طلب منك إنه أحسب ال resultant forces، بتأخذ الجذر التربيعي هو rx زائد ry زائد rz زائد rz التربيع. بالطريقة هاي بتقدر تحصل هو resultant forces. هو بده الريزلتنت صح طالب دكتور؟ هو طالب التوتال يعني كامل الريزلتنت فورسز. بس زي ما حكيت انا يعني الامتحانات ممكن راح اطلب منك مثلا قديش مقدار اف اكس مثلا، انت مباشره بتكتب المعادله بتطلعها مباشره، يعني ما فيش داعي تحسب الريزلتنت كامله لانه شويه البروسيجر طويله.
راح أوقف هنا، والمرة الجاية إن شاء الله راح نكمل. راح يكون في كويز إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 3 بالوحدة الخامسة، راح الوحدة الخامسة إن شاء الله. كم سؤال دكتور؟